عربيتي عربيتي، انزلوا انزلوا بالعربيه، اقفل الباب يا نهار. استني يا نجوى، احنا كنا بنقول ايه؟ فالواد مظلوم. يا سلام، وانت صدقتي بقى الكلام التافه ده اللي هو بيقوله؟ يا بنتي اذا كان صاحب المحل نفسه قال ده مثال للشرف والامانه، ايه بقى اللي هيخليه يسرق ويقتل؟ هو مش حاول يقتل الراجل؟ هو يقتل دي ياكد لك انها عشان خاطر بنت. يا سلام، اول ما الاقي صاحب المحل داخل عليه هيهرب، لكن ده خاطر بحياته عشان الشنطه اللي هيدي بيها بنته. فهمتي؟ ايه ده؟ ايه يا بنت يا رندا ده؟ يخرب بيت عقلك. ده انتي طلعتي صحفيه بقى بجد، يعني بتحققي وجرايم وقتل وحاجات كده يعني. انتي هتصاحبيني. حتى شحن ما دلوقتي؟ ان الهاتف الذي طلبته غير متاح الان. لا يا كارم، لا لاحقا. لا انت مش وقتك تماما دلوقتي خالص، انت مش وقتك. ان الهاتف الذي طلبته غير متاح الان. رقمي يقول في مصيبه عشان الزبد ده كله. الو، انا تحت. تحت فين؟ تحت مع بابا. انزلي. طب هلبس واجي. اقفل يا طاهر، في حد بيخبط بره مش عارف هو مين. مش عارف. يا طاهر، ده طلع بتاع الانابيب. يعني ايه نسيت تقول لي؟ ايه يا اخي؟ شيء ايه؟ ملعون قوي الشاي على اللي عايز يشرب شاي يا اخي، مش تقول لي؟ وانت بتاع الانابيب، ما انت طول عمرك بتخبط على الانابيب، بتخبط على البيبان ليه؟ هنا ناقصه رعب. معلش يا باشا، اصل استاذ طاهر كان مواصلين اسيب له انبوبه وهسيب لي عليها، وكمان ساب لي بقشيش. ساب لك بقشيش؟ مش عوايده. اجيبها يا باشا؟ هاتها، ده ساب له بقشيش. خش خش. يا اخيرا، انا قلت انك نمت وسبتينا. لا، ما انا مش جايلي نوم. هو في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ انا جاي اطمن عليكي. اصل عم قال لي لما انت ما كنتيش بترد عليا انك تعبانه. مالك؟ انا تعبانه قوي فعلا، انا عايزه انام قوي. هو انت مش لسه قايله انك مش جايلك نوم؟ ايه؟ عامه انا جاي اطمن عليكي وماشي على طول. ماشي، انا كويسه. هو مش انا كويسه؟ تمام. ايه يا رندا، في ايه؟ الكلام مش كده. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية، أنا هرجع. طب عن إذنكم، تصبحوا على خير. أنا لسه بتكلم، في إيه؟ أقعد أقعد يا عمي. هو في إيه بقى يا عمي؟ بنات بنات، اتقل علشان تاخد حاجة كويسة. ثانية واحدة. أيوة يا كريم، أنا قابلت مامتك ومصدقاك. طب الحمد لله يا أستاذة. بقول لك إيه؟ أنت شايفة هتكلمني تاني؟ بابي معظم الوقت قاعد جنبي، ولو عارف ان انا بكلمك ولا بحقق في القضيه بتاعتك هيموتني. انا مش هينفع اشغل الخط ده على طول. هو مش باسمي، بس انا برضو مقلق، احسن يكون متراقب ولا حاجه. طب انت قاعد فين؟ مستخبي في مكان كده. هبعت لك عنوانه. طب ابعت لي العنوان وانا هجيلك بكره الساعه 10 بالليل. انا عارفه ان انت ما كنتش قاصد تضربه، كويس اصلا انت هربت. انا عايزك تغير مكانك اول باول عشان محدش يعرف يمسكك.